السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مرسل الخير في اتجاه مدينة تمارة. مرسل الخير كما كيعرف الجميع واحد الأشغال اللي فيه حاليا، أشغال اللي هي مهمة بعدما تمت التوسعة ديال الشارع المؤدي من مرسل الخير لسيدي حيا زعير تامسنا. فكنشوفوا العملية ديال الغرس ديال النخل اللي عطات واحد الجمالية لهذا الشارع هذا، وواحد الجمالية المدخل ديال مرسل الخير. مرسل الخير كما كتوضح الصورة الواجهة ديالها تبارك الله ما شاء الله، كاينه واحد الجريدة اللي هي زوينة بزاف هنايا صراحة. نتمنى من الله نشوفوا بحال التجريدات في مجموعة من النقاط ان شاء الله، علاش لا. وهذا هو المدخل الرئيسي ديال مرسل الخير، وهذه هي الطريق اللي كتدي لسوق السبت. سوق السبت كما كتشوفوا الان غناخذكم في واحد الجولة خفيفة في مرسل الخير. هنا شفنا السرية ديال رجال الدرك الملكي، أجواء رائعة صراحة. خصنا غير يدير بالو مع أشعة الشمس بخصوص الوليدات، كما كنقولوا خاص شوية الرواج وتوفير فرص الشغل، ورا الأمور بخير وعلى خير باش بنادم يلقى راسو باش يتحرك. هنا كما كتشوفوا مرسل الخير، مقهى الأصدقاء، مقهى الأجيال، مجموعة من المقاهي هنايا، الملحقة الإدارية، مسجد صادق خان واللي تحول الاسم ديالو عمر بن العاص، قيادة مرسل الخير في اليمن ديالنا. كما كتشوفوا الاجواء هنا مرسل الخير، نهار على نهار مرسل الخير اللي واحد الوقت ما كان بغا حتى شي واحد. مرسل الخير نهار على نهار كيكبر، مرسل الخير اللي غادي يدوز من قدامه الترامواي ان شاء الله، الترامواي غادي يدوز من قدامه. وهنايا المحطة الأخرى ديال الطاكسيات، وهنا فين كتنطلق الرحلة ديال سوق السبت. وكما كتشوفوا الأجواء هنايا، عندنا المسجد هنايا ديال كنظن مسجد الرحمن كنظن، يعني كتشوفوا الأجواء كيفاش دايرة هنايا. كتشوفوا هنا كاين واحد المشكل ديال النقل، كاين المشكل ديال النقل، نطلب الله يتحل هذا المشكل هذا وتمشي الأمور مزيان. الله يا رب الله. كنتمنى نشوفوا مرافق مهمة مرسل الخير، نشوفوا أسواق كبيرة إن شاء الله علاش لا. نطلبوا الله تمشي الأمور مزيان. كما كتشوفوا هنا مجموعة من الشقق، مجموعة من الأمور اللي هي مزيانة هنا، وربي تيسر الأمور والله يسخر للجميع. إلى هنا متتبعينا الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.